طبعاً أولاً شرف لي أن أنا أكون ضمن لجنة التحكيم للسنة الثالثة على التوالي في النسخة السادسة لجائزة رئيس الوزراء للصحافة. طبعاً الإحساس جداً جميل، خصوصاً بعد ما تقيم أكثر من 200 عمل متقدم لنيل الجائزة في 4 فئات مختلفة: فئة الحوار الصحفي، فئة التحقيق الصحفي، فئة عمود الرأي، وأيضاً فئة اللي هو الصورة الصحفية. أمر يثلج الصدر طبعاً، وهذه مو بغريب على قيادتنا الرشيدة، تكريم الصحفيين المسؤولين اللي يقدمون بالفعل أعمال تتسم بالحرية المسؤولة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم. الجائزة طبعاً واحدة من أهم الأهداف فيها أنها تدعم الصحفيين، خاصة الصحفيين الشباب، في سبيل تطوير العمل الصحفي المهني بشكل مميز. وكذلك تسعى الجائزة لأنه تطوير عملية الكتابة بشكل جيد، حتى أنه الشباب الصحفيين يكون عندهم دافعية لتجويد العمل وللإنجاز ولمتابعة العمل بشكل مميز، خاصة مع التطورات التقنية الحديثة اللي صاحبت العمل الإعلامي بشكل عام. طبعا جائزة سمو رئيس الوزراء واحدة من أهم الأشياء فيها أنه العمل يكون عمل مميز، يكون عمل مكتوب بسياقة ممتازة. الحمد لله اليوم السنة البلاد فازت بجائزتين، وهذه السنة الثانية أو الثالثة تفوز بجائزتين، وهذا ندل على شيء، دل أن البلاد هي قاعدة تتطور في الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية، وتتطور حتى على مستوى الصحافة البحرينية بشكل عام. اليوم الصحافة البحرينية قاعدة تعيش اليوم في أزهى عصورها من التطور المهني، سواء كانت ورقيا أو إلكترونيا، وهذا ما نراه اليوم من يعني نتاج هذا التطور في المسابقة اليوم، في مسابقة جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة. الحمد لله رب العالمين، شعور جدا جميل لا يمكن وصفه، خصوصا وانت تتكرم للمرة الثانية من سمو ولي العهد رئيس الوزراء. المرة الأولى كانت الحمد لله تكرمت من قبل المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن سلمان في العام 2018، وهذه ثاني مرة أخذ الجائزة، وكرمني الحمد لله رب العالمين سمو ولي العهد رئيس الوزراء. هذا أكيد نشان فخر وعز، يعني أخليه تاج على صدري. سعادتي لا توصف صراحة بهذا التكريم. أحب أتوجه بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته إلى هذا الحفل. هذا التكريم وضع على عاتقي مسؤولية إضافية في أن أقدم الأفضل خلال السنوات القادمة بإذن الله. طبعا شعور لا يوصف، الجائزة بلا شك هي تعبير عن الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير جودة العمل الصحفي في البحرين. الأيام فازت عن فئة الحوار الصحفي، كان حوار مع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخره، والحوار اتسم بكثير من الجرأة والصراحة والوعي السياسي. لذلك أعتقد أن الجائزة وبقدر ما هي دعم للصحافة وللمحتوى الإعلام الرصين، هي في نفس الوقت رسالة بأهمية زيادة مساحة النقد وترسيخ حرية الرأي والتعبير. شعور جدا جميل، يعني حسيت فيه ان الجهود الصحفيه قاعده تكرم وتقدر فخلال مسيرتي الصحفيه هذه الطويله، شعرت ان هناك من يقدر الجهود هذه، والحمد لله نلت كجائزه افضل عمود رأي في خلال العام الماضي. الجائزه هذه تعني كثير لانها تحمل اسم غالي علينا، اسم رئيس الوزراء. مهما اقول فطبعا أحس قليل في حق هذه الجائزة، وطبعا كل هذا اللي حصلت عليه بصدد الرئيس التحرير الأستاذ أنور عبد الرحمن، لأنه كان دائما الداعم الأول إلينا في كل فعاليات اللي تصير أو في كل إنجاز نسويه في الجريدة، دائما يحضرنا ويشكرنا ويحفزنا للأمام.